محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قوانين الأسرة. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذه نرمين؟ أهلا بيك يا أستاذ محمد. الله يخليكي وعلى ضيوفك الكرام كلهم. احب ان انا اشكرك الاول على الاهتمام بالحلقات اللي انتم بتعملوها والقاء الضوء على المشاكل الموجوده. اهلا بك. انا عايز بس اتكلم بحاجه سريعه لان عارف وقتكم ضيق جدا. انا اتفضل. كل ما بيطلع حالات سواء رجاله او ستات، الراجل طلع يقول لك الرجاله هم السبب واحنا عندنا حالات كتير. صوت بس يلا ممكن تعلي صوتك شويه يا استاذ محمد؟ الجدات والجدود لما يطلعوا تطلع واحده برضه تقول لك الجدات هم السبب والجدود هم السبب. مخليني محسسني ان الست كلها ملاك في بشكل مطلق تام وان هم ما بيغلطوش نهائي. احنا عندنا حالات كتير جدا برضو بتقول ان الجانب الثاني سواء الاب او عيله الاب في منهم مظلومين جدا. احنا لو نسيبنا من فكره ان الراجل والست زي ما حضرتك قلتي، احنا بنتكلم في قلب الطفل. الطفل مصلحته ايه؟ عنده حقين، الطفل حق مادي وحق معنوي. حق المادي اللي هو الصرف اللي احنا بنقول. انا عايز اقول لحضرتك ان مش كل الحالات زي بعض، يعني في الكويس وفي مش كويس، سواء بالنسبه للسيدات او الرجال كمان. بالظبط. واحنا عمرنا ما قلنا ان مفيش حاجه نقدر نعممها، ظلمه في المطلق خالص. صح. كويس. صح. لكن لما هنطلع بقى كل شويه نجيب جدات، لا ده الجدات هم اللي وحشين، لا ده الجدود هم اللي وحشين. انتوا كده ما بتبصوش للطفل. بصوا للطفل عنده حاجه اسمها حق معنوي. الحق المعنوي ده اللي هو ايه؟ اللي هو التربيه اللي ما بين اهل الاب واهل الام، ما بين الام وما بين الاب. لكن ان احنا نفضل نقول اصل الام بتروح للجد وبيطرده، اصل الجده لو هي متربيه. طيب استاذ محمد، حضرتك من مؤسس حمله تمرد ضد قوانين الاسره، هل تقدمتوا بمقترحات مثلا لمجلس النواب؟ عملت حاجه علشان موضوع الاستضافه ليكوا انتوا كرجال يعني رجاله وكمان الجدود؟ تمام. احنا بس توضيح بسيط، بس ان حملة التمرد مش للرجالة ومش للجوز. احنا حملة التمرد لكل من يقع عليه ظلم، كل ما يقع عليه ظلم من قوانين الاسرة. لان احنا عندنا امهات غير حاضنات كويس فيها. تمام. ما بتشوفش عيالها. تمام. امهات غير حاضنات ما بتشوفش عيالها. احنا قدمنا اكتر من مقترح، وكان المقترح الاخير عن طريق حزب الوفد النائب الدكتور محمد فؤاد، وهو اوريدي قدم المقترح ده في يوم 10 ابريل 2017. واحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نعمل ملفات ثانيه موجوده عندنا. في ملفات دينيه وفي ملفات نفسيه من خبراء نفسيين كبار جدا كويس، مع علماء في مشيخة الازهر، معانا ملف قضائي برضو من شيوخ في الـ 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 انا هكون محتاجه حضرتك لازم تنورني هنا في الاستوديو عشان نتكلم عن الموضوع ده بشكل اكثر استفاضه. بس لو سمحتي بس حته صغيره، اتفضل. يا ريت نبص للطفل، بلاش العنصريه. والله ده اللي احنا بنقوله، راجل وست. هو ده اللي احنا بنقوله. عارفه المؤسسات الموجوده النسائيه، ده اللي احنا بنقوله ودايما بنطالب بيه. بجد عملوا مشكله كبيره جدا. تمام. بشكرك استاذ محمد الوقاد، رئيس مؤسس حمله تمرد ضد قوانين الاسره. بشكرك.